قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الهيئة الهندسية بتنفيذ كيان متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مداخلة خلال برنامج كل يوم على قناة أون إي، أشار الوزير إلى الانتهاء من التصميمات الخاصة بهذا الكيان خلال يومين ثم عرضها على الرئيس السيسي، وأضاف أن العمل سيبدأ مباشرة من أجل افتتاح هذا الكيان خلال الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم في مارس من العام المقبل. ولفت إلى أن هذا الكيان سيبنى على مساحة 50 فدانا وسيضم المجلس القومي للشهداء وبعض المنشآت الخدمية والترفيهية.